السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام، أنا محدثكم حسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دين ودينار. يقول صاحب كتاب حرب العملات سونغ هونغ بيونغ: من يستطيع التحكم في العملة هو من يتحكم بالعالم. ما المقصود بالنقود والعملات، ومتى ظهرت، وما وظائفها، ومتى ولماذا رفع غطاء الذهب الذي كان شرطا لا بد منه لإصدار العملات والنقود، وما قصة أمريكا والصين وحرب العملات اليوم؟ حرب العملات في ميزان الاقتصاد الإسلامي عنوان حلقة اليوم من برنامج دين ودينار. ضيفنا الليلة فضيلة الدكتور العلامة حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني من المناسب قبل الحديث عن حرب العملات الحديث عن النقود والعملات، متى ظهرت وما هي وظائفها وتاريخ نشأتها كمدخل للحديث عن حرب العملات. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ظهور العملات كان يتم التعامل بين الناس عن طريق المقايضة، مقايضة سلعة بسلعة أو مقايضة سلعة بخدمة. ولما انتشرت المعاملات واتسعت أصبح نظام المقايضة محدد ومقيد، فبدأ يفكرون في وسيلة تحل محل هذا النظام، فابتكروا بعض الأشياء التي تكون مقبولة من الناس وموثقة لتحل محل المقايضة، فبدأت فكرة النقود. حتى كان في بدايتها يستخدمون النقود كالجلود كوسيلة للتبادل والتثمين، ثم بعد ذلك انتشرت المعاملات وأصبحت المعاملات بين البلدان كثيرة بعضها البعض، فبدأ ينظرون إلى وسيلة تسهل لهم المعاملات، فبدأت العملات من الذهب والفضة، بحيث أن الذهب والفضة عملات لها قبول عام عند الناس. نعم. وأصبح الذهب والفضة يصك في صورة نقود عليها علامات معينة لعدم تزويرها، وينشأ في بعض البلاد لها جهاز يسمى جهاز صك العملة، تختم العملة بأختام معينة حتى لا يتم تزويرها. وتطور الأمر وأصبح النقود من المعادن، بعض المعادن البرونزية وغيرها. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن ظهرت النقود الورقية أو ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية بنك نوت. ولذلك يمكن أن نقسم حياة النقود إلى نقود من الذهب والفضة الثمنية، أو نقود معدنية، أو نقود بنكنوت ورقية لها قبول عام ومعتمدة من السلطات الحاكمة. وأي نقد من هذا النقد لا بد أن يكون له غطاء، يا إما غطاء ذهبي يا إما غطاء في صورة أصول وأعيان، يكون لهذه النقود قوة، فكلما زالت ثروة الدولة ازالت قوة النقود لها. ولهذا التطور باختصار يعني. نعم. قبل الدكتور يعني أن نتكلم عن غطاء الذهب كشرط لإصدار النقود والعملات، أود فضيلة الدكتور ولو بشكل أيضا سريع نتحدث عن وظائف النقود والعملات. ما هي الوظائف التي تقوم بها النقود في يومنا هذا؟ أولا يجب أن ننظر إلى النقود على أنها وسيلة وليست غاية في ذاتها. لماذا؟ فوسيلة معناها أنها تستخدم لتحقيق غرض معين، مثل قياس قيم الأشياء، فعندما أريد أن أقيم شيئا معينا سواء عينيا أو معنويا
يترجم في صورة نقود. ولذلك يقول علماء الاقتصاد النقود وسيلة للقياس. طيب. وأيضا وسيلة للتبادل والتعامل. سؤالي هنا فضيلة الدكتور، هل هنالك أمر من الله عز وجل يشير إلى أنه ينبغي أن تكون النقود والعملات وسيلة وليست غاية؟ النقود خلق من خلق الله عز وجل، وقد أمرنا الله أن لا نحبسها عن وظيفتها الرئيسية، وهي وسيلة لتسهيل المعاملات بين الناس. ولذلك أشار القرآن إلى حرمة اكتناز هذه النقود، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك علماء الاقتصاد الإسلامي يحرمون حبس النقود، سواء في صورة نقود ذهبية أو معدنية أو ورقية، عن وظيفتها التي خلقت من أجلها. ولذلك في هذه الآية ولا ينفقونها، معناها أي يستثمرونها لإحداث حركة في النشاط الاقتصادي. ويمكن الزكاة من أحد وظائفها أنها تحارب كنز النقود، لأنك إذا كنست المال سوف تدفع عليه قيمة الزكاة فيتقل قيمته، ولذلك تعتبر الزكاة حافزا على السيولة وإنطلاق الأموال في المعاملات لتسبب نشاط اقتصادي. سؤالي هنا فضيلة الدكتور، لماذا يجب أن تكون النقود والعملات وسيلة وليست غاية؟ هل إذا انقلبت إلى غاية يضطرب الأمر؟ نعم، هناك إذا بعض الناس إذا نظروا إلى النقود على أنها سلعة تباع وتشترى، وهذا له حكم فقهي. إذا نظرنا على النقود أنها غاية زي غاية الحصول على سلعة معينة، يجوز التعامل فيها بالأجل ونقدا. أما إذا نظرنا إلى النقود على أنها وسيلة للقياس وأداة للتعامل ومقياسا للثروة، فإنه لا يجوز التعامل فيها بالأجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف طويل لا بد أن يكون التعامل في النقود وما في حكمها يدا بيد وهاء بهاء. وحرمت الشريعة الإسلامية التعامل في النقود بالأجل. وإذا يمكن يجرنا فيما بعد إلى أحكام الصرف، هو تغيير عملة إلى عملة، فلا بد أن يكون الصرف ليس بالنسيئة ولكن لا بد أن يكون نقدا. ولذلك النظرة إلى النقود بتغير الحكم الفقهي في التعامل فيها. فضيلة الدكتور، كما تعلمون فقهاء الاقتصاد الوضعيين اليوم مجمعون على أنه ينبغي أن تكون النقود والعملات وسيلة وليست سلعة، ينبغي أن تكون وسيلة وليست سلعة. هل فقهاؤنا القدامى أشاروا إلى هذا الموضوع قديما؟ نعم، يعني إذا نظرنا إلى جميع الفتاوى ولا سيما فتاوى ابن تيمية ينظر أن لا يجب أن ننظر إلى النقود في ذاتها أي في عينها، ولكن ننظر إليها على أنها أداة للقياس ووسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. ويعتبر ابن تيمية ما شاء الله قد توسع في هذا الأمر، وهو يعتبر عمدة في هذا الأمر لعلماء الاقتصاد الإسلامي الذين بنوا كل نظرياتهم وأفكارهم على فتوى ابن تيمية. يقال أن الإمام الغزالي أيضا أشار إلى هذا الموضوع. أود فضيلة الدكتور أن أسألك، ما هي الأضرار التي تترتب حينما تجعل النقود سلعة وليست وسيلة؟ يغفر الله لبعض علمائنا عندما أفتوا أن هذه النقود سلعة، أي لا يكون فيها ليس عليها زكاة ولا يسري عليها أحكام الربا. يغفر الله لنا جميعا. نعم. وما شاء الله مجمع الفقه
وهيئة علماء الأزهر ومنظمة المؤتمر الإسلامي ردوا على هذه الفتوى عندما أفتوا وقالوا أن النقود المعاصرة ديت لا يجوز فيها الزكاة ولا يطبق عليها أحكام الربا. ورد الدكتور علي قرة وقرضاه وقال أليست النقود نحج بها ونعتبر بها وندفع بها الصداق ونشتري بها بضاعة ونسدد بها المديونيات؟ إذا لا ننظر إلى النقود في ذاتها على أنها ورقة، ولكن ننظر إليها على أنها وسيلة موثقة معتمدة من السلطات بتحل محل الأعيان والخدمات في وظائفها. دكتور، علماء الاقتصاد يقولون بأن هناك اضطراب عندما يحصل عندما يعني تجعل النقود سلعة، لماذا؟ عفوا لم أتابعك في السؤال، لو تكرمت مرة أخرى. يعني العلماء اليوم، علماء الاقتصاد كلهم مجمعون على أنه هناك مشاكل تكون اقتصادية إذا يعني جعلنا النقود أو العملات سلعة تباع وتشترى من أجل يعني هي غاية بذاتها. في هذه الحالة لابد أن يكون لهذه النقود في زماننا هذا غطاء يحمل قيمتها، وهذا صعب تحقيقه عمليا. كذلك أنني إذا نظرت إلى النقود عليها أنها بضاعة وسلعة، كيف يتم تناقلها ونقلها من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة؟ فهناك صعوبة عملية للنظر إلى النقود على أنها سلعة، لأنها تصعب أو تجعل عمليات المعاملات بين الناس بعضهم البعض وبين الدول بعضها البعض صعبة، ولا سيما في ظل انتشار وسائل الاتصالات الإلكترونية، وأصبحت نقل النقود عن نقل النقود كوسيلة من بلد إلى بلد عن طريق النت أو الشبكة العنكبوتية. فإذا نظرنا إليها سلعة، كيف ننقل هذا وتتم المعاملات؟ فضيل الدكتور، لعله يعني أتوقف عند موضوع وظائف العملة، ومن خلالها لو أنها جعلت سلعة لا تستطيع أن تحقق هذه الوظائف، وقد أشرت إلى بعضها كونها يعني مقياس للثروة، مقياس للأشياء، وأيضا مستودع للقيم، وأيضا يعني هذه المعاني عندما يقال بأنه أيضا أداة الوفاء بالالتزامات، المقصود بهذه الأشياء فضيل الدكتور؟ يعني أتكلم معك بصفة محاسب قانوني في هذا الأمر، بدون أن ننظر إلى النقود على أنها وسيلة للتسويات المحاسبية بين في المعاملات الآجلة، لا يمكن أن تتم تسويات حسابية ومحاسبية بين الأفراد وبين الدول بدون أن ننظر إلى النقود على أنها وسيلة. أما إذا نظرنا إليها على أنها سلعة، هنرجع نقول نحن يتم المقصة أو التحويلات ليس بجنس النقدي ولكن بقيمته، وهذا يسبب مشاكل كثيرة لا سيما في إعداد المراكز المالية والحسابات الختامية للشركات وحساب الأرباح وتوزيع الأرباح وحساب الزكاة والصدقات وغيرها. سؤالي فضيل الدكتور، اليوم يعني ظهور الأوراق النقدية بعد أن ظهرت، وكما تفضلت فضيلتكم وأنت تحدثنا عن تاريخ ظهور النقود والعملات وكيف انتقل الموضوع من المقايضة ومن ثم إلى الذهب والفضة ومن ثم إلى المعادن ومن ثم إلى الأوراق، واليوم أصبح الكريدت كارد والشيكات والسندات وغير ذلك. أريد أن أسأل فضيلة الدكتور، عندما ظهر التبادل بالذهب والفضة أو جعل الذهب والفضة هي العملة الأساسية التي يتعامل بها من أجل شراء الأشياء أو بيع الأشياء، هل كان هنالك مشاكل فيما يسمى بالتضخم وما يتبعها اليوم من ارتفاع الأسعار وزيادة الكتلة النقدية كما يقال وقلة السلع والخدمات ونحو ذلك من المشاكل التي نراها اليوم؟ نعم، هذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى سعة في الوقت، ولكن نتكلم بإيجاز شديد. التضخم معناه زيادة الطلب على المنتجات
وقلة المعروض فيترتب على ذلك ارتفاع قيمة الأشياء. فعندما تقوم الدولة بطبع كميات نقود أكثر من كمية الإنتاج المتداولة في السوق، هذا يؤدي إلى ارتفاع المنتجات المعروضة، ومعنى هذا ارتفاع قيمتها، يعني انخفاض قيمة النقد مقابل هذه المنتجات. هذا هو المعنى الحقيقي للتضخم. ولذلك إذا كانت الدولة لديها رقابة فعالة على طبع النقود، فلا يجوز لها أن تطبع النقود إلا في ضوء القيمة المضافة المعروضة في الإنتاج. ولذلك كلما زاد الإنتاج وزادت منفعته، يمكن للدولة مقابل القيمة المضافة في الإنتاج تطبع مقابلها نقود. ولذلك الدول الفقيرة التي عندها عجز في الميزانية وعجز في ميزان المسموحات، أحيانا بتغطي هذا العجز عن طريق طبع النقود، فيحدث قيمة تضخم، وهذا يسبب ضررا جسيما لكثير من الناس، ولا سيما عند سداد المدينة. اسمح لي فضيلة الدكتور أن أقف، يعني حتى يعني نريد حقيقة أن نبسط الموضوع، وحتى يعني يكون السادة المشاهدين أغلبهم لا نتكلم بلغة الاختصاص، موضوع عجز الميزانية ما المقصود بها، وكيف يمكن ملافاة هذا الأمر بالنسبة للدولة؟ الميزانية الدولة هي عبارة عن مقابلة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، وهذه إيرادات الدولة تأتي من عوائد الإنتاج بمقدار ما تملك الدولة من مصانع ومحاجر وأراضي زراعية وغيرها. ولذلك عندما يحدث عجز في الموازنة، معناه أن الإيرادات التي تولد من عوامل الإنتاج في الدولة قليلة، في حين أن النفقات بتاع الدولة كثيرة، فيترتب على ذلك عجز في الموازنة، أي زيادة النفقات على الإيرادات. إيه السبب في نقص الإيرادات؟ نقص عوائد عوامل الإنتاج. ولذلك الدول الغنية التي عندها عوامل إنتاج غنية وعندها إيرادات قوية، لا يحدث عندها عجز في الموازنة. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، نعم، عندها إيراد كثير من النفط، نعم، أي أن وهذا النفط آت من عوامل الإنتاج، وهي ما هو باطن الأرض، ولذلك عندها فائض في الإيرادات عن النفقات بتاعها، ولذلك العملة بتاعها قوية وثابتة، والأسعار على إلى حد ما منضبطة، ونسبة التضخم قليلة. أما إذا أخذنا دولة مثل اليمن أو بنجلاديش أو مصر، نجد عوامل أو إيرادات عوامل الإنتاج قليلة، في حين أن نفقاتها كثيرة، ويترتب على ذلك عجز في الموازنة، وهذا يؤثر على انخفاض قيمة النقد. اسمح لي دكتور، سأعود إلى هذه النقطة بالتفصيل ومزيد من التفصيل بعد أن أخذ هذا الاتصال. صديق من السودان، تفضل. سؤالي بالنسبة للدول في معاملاتها مع المنظمات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الـ IMF في القروض، والقروض بفوائد، فمسألة التربة هنا بتكون النظرة، لكن بالنسبة للدول اللي بتاخد، دول إسلامية صغيرة، نعم، عشان تسد الموازنات أو تحصل على قروض إن شاء الله، فتعمل شنو في الحالة دي بما يختص بالفوائد إن شاء الله تعالى. تسمع الجواب. شكرا لك أخي صديق. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل الإجابة وإكمال محاورنا حول الحديث عن حرب العملات في ميزان الاقتصاد الإسلامي، كونوا معنا. وجود
وجود بيئة استثمارية مشجعة وآمنة ومستقرة، وكذلك وجود البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات المالية أدى لاختيار أبو ظبي كمركز لعمليات ADS Securities. من خلال تركيزنا على التداول مع مزودي السيولة من الدرجة الأولى والمصارف الدولية من الدرجة الأولى وتطبيق أفضل ممارسات التداول والحوكمة وتركيزنا على إدارة المخاطر بصورة متميزة، مكننا من توفير بيئة مناسبة للتداول. توفر ADS Securities منصة تداول ذات تقنية عالية مدعومة بفريق عمل لديه خبرة دولية. موقع أبو ظبي الجغرافي يمكن شركة ADS Securities من توفير فرصة تداول فريدة من نوعها، وذلك لوجودنا في منطقة تغطي انتقال السيولة والتداول من الأسواق الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم دين ودينار، نتحدث عن حرب العملات في ميزان الاقتصاد الإسلامي. معي مشاركة من الدكتور فضل بولعينين الخبير الاقتصادي السعودي. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لمشاركتكم. عليكم السلام ورحمة الله ومرحبا. حقيقة أود أن أسألك بعض الأسئلة وأنت خبير في الاقتصاد، يعني ما هي المعايير لإصدار أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الدولة حتى يعني تحدد سعر صرف عملتها؟ ما هي الضوابط قبل أن أتحدث عن يعني لماذا أمريكا تطلب من الصين تخفيض العملة تبعها؟ طبعا اعتمادا على النظريات الأخيرة في تحديد أسعار العملات وانفصالها بعد انفصالها عن أرصدة الذهب ونحو ذلك، أصبح الاعتماد لتقييم عملة ما على قوة اقتصاد هذا البلد الذي يحدده مجمل الإنتاج وما ينعكس إيجابا على متانة الاقتصاد، وبذلك تتأثر العملة المحلية ارتفاعا وانخفاضا بانعكاسات الاقتصاد المحلي، ومن هنا طبعا هذا بشكل عام، ولكن بعض الدول كالدول الخليجية على سبيل المثال لا تستطيع المغامرة بتعويم عملاتها، وبذلك هي تحتاج دائما إلى ربط هذه العملات بعملات أقوى وهي الدولار في هذه الحالة. لماذا؟ على أساس أن مصدر إيراداتها هو النفط المقوم بالدولار، وهي ترى أن من مصلحتها أن يكون هناك ربط بين العملة المحلية والدولار على أساس ضمان التوازن وفي الدخل ودون التعرض إلى الفروقات السعرية الكبيرة في أسواق المال. نعم. سؤالي هنا ارتفاع سعر الصرف لأي دولة من الدول هل هو مؤشر إيجابي أم سلبي؟ نعم، الحقيقة أنه يمكن أن تنظر له كمؤشر إيجابي ويمكن أن تنظر له كمؤشر سلبي بحسب زاوية الرؤية التي تنظر إلى هذه العملة. فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية من مصلحة ودول الخليج أيضا مرتبطة بالدولار تنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع العملة الأمريكية من ناحية إيجابية، أي أن انعكاساتها إيجابية على الاقتصاد السعودي، ولكن من داخل الولايات المتحدة الأمريكية هما ينظرون دائما أو يقاتلون دائما على الدولار الضعيف، لأن الدولار الضعيف يؤدي إلى زيادة صادراتها في الخارج
وبذلك تكون هناك تنافسية أكبر للسلع الأمريكية في الأسواق العالمية. ومن هنا الأكيد أن الانعكاس الإيجابي على متانة الاقتصاد ينعكس على العملة، ولكن معظم الدول بشكل عام تحاول أو تستميت من أجل إبقاء عملاتها في مستويات متدنية مقارنة بالعملات المنافسة، خاصة الاقتصاديات المنافسة. على سبيل المثال أمريكا الآن تصر على الضغط على الصين لرفع عملتها مقابل الدولار كي تكون السلع الصينية أغلى في الأسواق العالمية والسلع الأمريكية أرخص، وبذلك تحقق المنتجات الأمريكية أو الصادرات الأمريكية تنافسية أكبر من السلع الصينية. أود هنا أن أسأل يعني أيضا حينما نجد أنه هل موضوع انخفاض العملة فقط يعني تسعى وراءه الدول الصناعية أم كل الدول؟ يعني مثلا على سبيل المثال الأردن الآن نجد عملتها مرتفعة، لكن هي تعاني من عجز أكثر من يعني 20 مليار دولار من العجز الميزانية. طبعا الأكيد أن هناك خلل كبير، ولكن أيضا نحتاج إلى تفنيد هذه الحالة الاقتصادية. فانخفاض العملة في الأردن يؤدي بالتبعية إلى غلاء كبير في قيم السلع، خاصة السلع المستوردة، وهذا يؤثر سلبا على قدرة المواطن على الشراء، وهذا ينعكس سلبا أيضا على الاستقرار في هذه الدول. لذلك تجد أن بعض الدول تضحي بدعم بعض السلع وهي تستفيد من المعونات الاقتصادية الخارجية، وكل هذا هذه القرارات لا تعتمد على قرارات اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكن هي خليط بين القرارات الاقتصادية والسياسية، والأثار السياسية أكبر من الأثار الاقتصادية. ولكن الدول الصناعية هي التي تستفيد من انخفاض عملتها على أساس أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج. طيب. وكلما كانت مقابل مقاطر معذرة للمقاطعة، مقابل هذا التصدير وأن تغزو يعني صناعاتها البلدان الأخرى بأسعار منافسة، أليس هنالك آثار سلبية على التضخم داخل تلك البلاد؟ لأنه معلوم يعني إذا صار في تضخم ارتفعت الأسعار وقلت قيمة النقود والعملة. ولكن هذه الدول تعتمد في الأساس على تلبية حاجات مستهلكيها من السلع والخدمات محليا، وبذلك هي لا تجد تلك الفروقات الكبيرة في المنتجات التي تنتج محليا، ولكنها تضع بعض العراقيل الحمائية المسموح بها من خلال هذه العملة. فعلى سبيل المثال المنتج الياباني اليوم والمنتج الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر مرتفعا جدا مقابل المنتج الأمريكي، فمن الطبيعي أن يقوم المواطن الأمريكي بشراء المنتج الأمريكي على أساس أنه هو الأنسب بالنسبة له. إذن هناك الدول الصناعية تستخدم أسعار الصرف لمصلحتها الخاصة وجعل صادراتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. الآن أكبر ما يواجه اليابان والصين من مشاكل هي مشكلات ارتفاع عملتها اليابان ارتفاع عملتها مقابل الدولار. الآن الصين تواجه نفس الحرب التي واجهتها اليابان من قبل مع السياسة النقدية الأمريكية. أمريكا تريد دولارا ضعيفا مقابل العملات الأخرى، لكن الصين الآن تسعى أيضا لتضخيم عملتها من أجل الصادرات. لكن أود أن أسأل هنا بالمقابل أمريكا حينما يعني يكون هنالك تضخم وانخفاض للدولار، أليس هنالك الضرر عليها أيضا؟ لأنه أيضا يعني الصين عندها يعني كما يقال أنه من الرصيد الاحتياطي للدولار 2.5 تريليون، يعني أيضا سيكون هنالك خسارة في رد هذه الديون إلى الأمريكان. الأكيد نعم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع سنداتها بالدولار الأمريكي، وهي في هذه الحالة تبعد نفسها من تحمل مخاطر العملة مستقبلا في حال تسييل هذه السندات، وبذلك هي أذكى من أن تؤثر عليها الصين أو اليابان سلبا. ولذلك المتأثر الأكبر في هذه الحالة ربما تكون الدول الأخرى، ولكن دعني أتحدث فقط عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
حتى الآن برغم انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الفائدة الصفرية، فما زال التضخم في الولايات المتحدة ضمن حدوده الدنيا المقبولة، وبذلك لا يغامر البنك المركزي برفع البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الوقت الحالي على أساس أن التضخم في أدنى مستوياته في الوقت الحالي. ولكن هناك مشكلة يجب أن نعترف بها، أن ضعف الدولار جزء من سياسة الدولار الضعيف تعتمد على التيسير الكمي الذي تمارسه الولايات المتحدة الولايات الأمريكية المتحدة دون النظر إلى مصلحة الدول الأخرى. هذه السياسة ستؤثر سلبا على جميع اقتصاديات العالم مستقبلا، خاصة بعد يعني وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة عدم القدرة على سداد الديون، وبذلك تكون من الدول المتعثرة. وهذه لا أقولها بسبب أنني عربي، ولكن هناك اقتصاديون أمريكيين يقولون بمثل هذه النظرية، وهم يتوقعون أن تكون مشكلة كبيرة في سداد المديونية الأمريكية مستقبلا بما ينعكس سلبا. كم هي مديونية أمريكا الآن دكتور؟ أنت الآن تتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى السقف الذي لا تستطيع يعني زيادة السندات إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي، وهم رافضون في الوقت الحالي لزيادة هذه النسبة، فهي وصلت إلى الحد الأعلى للاستدانة. هذا من جانب. من جانب آخر، هل الولايات المتحدة قادرة على السداد مستقبلا؟ أنا أعتقد أنها لا تستطيع فعل ذلك، بل هي تستفيد من الدول المودعة والمشترية لهذه السندات في تنمية الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الدول الأخرى. ودعني أشير هنا فقط إلى نقطة محددة لدول الخليج على سبيل المثال، عندما تضع استثماراتها في السندات الأمريكية وتحتفظ بما يفوق ربما يعني الآن نتحدث عن أكثر من 7 تريليون دولار في السندات الأمريكية، فأنت تتحدث عن فقدان اقتصاديات الدول الخليجية لهذا الحجم من الأموال. كان من المفترض أن يستثمر محليا وينعكس إيجابا على منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام. ماذا عسى أن تفعل يعني هذه الدول لتخفف أيضا من بداية من انخفاض الدولار؟ وربما هناك بعض الخبراء يشيرون بأنه ربما ينهار الدولار في يوم من الأيام، يعني ربما يطول الموضوع لكن هو في طريقه إلى هذا، لا سيما أنه اليوم العالم كله يعني هنالك آراء لتبديل الدولار كعملة دولية بعملة أخرى. طبعا في الوقت الحالي لا يمكن أن نقول بذلك، على أساس أن أكثر من 70% من التداولات العالمية تعتمد على الدولار. أيضا الاحتياطيات المالية لجميع الدول تعتمد أيضا على الدولار كعملة أساسية. أيضا الصين على سبيل المثال من أكبر الاقتصاديات العالمية، أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، فليس من مصلحة هذه الدول أن ينهار الدولار، ولكن الصين في الوقت الحالي تضغط لأن تكون عملتها عملة موازية للدولار ومنافسة له، وبذلك سمحت في الآونة الأخيرة لبعض الدول بالتداول المباشر باليوان الصيني، وهذا لم يحدث سابقا. عندما تتحدث أن الصين تسمح بفتح حسابات في دبي على سبيل المثال وبعض الدول الأخرى، فهي تقبل بسداد علاقاتها التجارية باليوان الصيني. وفي هذه الحالة نحن أمام مرحلة جديدة من تدويل العملة الصينية، وبذلك ينخفض الاعتماد على الدولار إلى مصلحة العملة الصينية. ومن هنا أنصح دول الخليج أن تقوم بالتقدم خطوات مشابهة للخطوات الصينية، أي أن تكون لها أرصدة أخرى بعملات توازي الدولار. دكتور، سؤال أخير وأرجو أن تكون الإجابة موجزة، يعني هل تعتقد أو يعني تؤيد بأنه أمريكا اليوم تريد أن توجه ضربة اقتصادية للصين كما وجهتها من سابق لدول شرق جنوب آسيا؟ نعم أعتقد ذلك. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فضل بولعينين الخبير الاقتصادي السعودي على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. فضيلة الدكتور، أعود إلى فضيلتكم والمعذرة على الإطالة، لكن حقيقة كان هنالك يعني جملة من الأشياء حقيقة
وضح لنا الدكتور فضل بولعينين على يعني هذه الأشياء التي ربما تكون غامضة بعض الشيء على غير المختصين. قبل أن نكمل فضيلة الدكتور، الأخ يعني نجيب أخ صديق من السودان موضوع الاقتراض، وأنا أعلم بأنه أجبت على هذا السؤال فضيلتكم في يعني موقعكم حول الاقتراض من البنك أو من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي كما هو معلوم لا يعطي الأموال على سواد العيون، يعني هو يعطي الأموال بعد دراسة وأيضا مقابل فائدة، وكانت مصر قد توجهت إلى صندوق النقد وكانت لكم فتوى حول هذا الموضوع. بإجازة فضيلة الدكتور فضل، أولا أسمح لي أن أقدم الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور فضل أبو العلين، لقلنا استفدت منه كثيرا وأسأل الله أن يزيده علما، وأنا موافق على كل ما طرحاه من أفكار جيدة. أما بخصوص سؤال أخينا من السودان، لابد أن أبين حقيقة ثابتة أن الدول بعض الدول العربية والإسلامية الغنية تودع أموالها كما قال فضيلة الدكتور فضل في البنوك الأمريكية والأوروبية بسعر فائدة معين، وتقوم الدول العربية والإسلامية الفقيرة باقتراض هذه الأموال مرة أخرى من الدول الأوروبية والأمريكية بسعر فائدة أعلى، ولذلك بتكون خيرات أموال العرب والمسلمين ليس للعرب وللمسلمين للأسف، ولكن لغير العرب والمسلمين. ألم يعني لأولي أمرنا في البلاد العربية كما قال فضيلة الدكتور فضل أن يستثمروا أموالهم في مشروعات إنتاجية فعلية في العالم العربي والإسلامي؟ يعني هذا هو الأمان، هذا هو الأمان من مشكلة الدولار. إذا حدث لمشكلة الدولار مشكلة فتكون الخاسرة هي الدول الغنية العربية التي اشترت السندات. يعني هم قد يقولوا يعني انه البيئة العربية يعني ليست بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما مع وجود الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي. يعني هم ربما يقول قائل هم يرغبون بذلك ويسعون لذلك، لكن يجدون البيئة غير حقيقة، غير مناسبة وغير خصبة لهذا الموضوع. هذه شماعة أعتقد أنهم يجب أن يساعدوا الدول العربية والإسلامية الفقيرة التي فيها فساد بسبب الفقر أن يدعموها، سواء عن طريق القروض الحسنة أو عن طريق المشروعات المشتركة. وليس سيما نحن الآن في كثير من الدول العربية المناخ الاستثماري جيد، في السودان مناخ استثماري جيد، في مصر مناخ استثماري جيد، في كثير من الدول العربية، وقد انكمش الفساد نسبيا، فلا بد أن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. ولكن أرجع لأخي الأخ من السودان، أقول وكما ذكرت يا أخي فضيلة الدكتور غسان أن صندوق النقد هذا لا يمكن أن يكون متعاطفا مع الدول الفقيرة التي تقترض منه، فإنه يملي بعض الشروط المستترة والخفية على هذه الدول الفقيرة. ونحن نحيي من هذا المنبر العظيم البنك الإسلامي للتنمية في جدة الذي قام فعلا بمساعدة كثير من الدول العربية والإسلامية بقروض الحسنة أو بنظام المشاركة أو بنظام المرابحة، وساهم في تحقيق نهضة في كثيرة في هذه، فلهم الشكر. ونأمل أن يكون هناك عملة للدول العربية هو الدينار العربي حتى لا يكون ذيلا للدولار، فإذا تمكننا من أن يكون للدول العربية عملة قوية نقيس بها ونتعامل بها ونفرضها على الغير، نستطيع أن نتحرر من الدولار اللص. أنا أسميه الدولار اللص كما قال فضيلة الدكتور فضل، أن هو يسرق ثروات الدول من خلال حرب العملات، تخفيض العملة، و
تحويل العملات إلى تسويات محاسبية. لكن ما أجبنا الأخ صديق من السودان فضيل الدكتور بإيجاز، بس شو هي الضوابط متى يجوز للدولة أن تلجأ إلى القرض من صندوق النقد الدولي؟ الحكم أن فائدة هذا القرض من الربا المحرم تحريما ثابتا وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أما عند الضرورة المعتبرة شرعا بضوابطها كما وضعها الفقهاء يجوز، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا كانت دولة مثل اليمن أو مثل بنغلاديش أو مثل مصر تعاني من نقص في ضروريات الحياة التي بدونها يهلك الإنسان أو تكون حياته شاقة، فلا حرج بشرط أن يستخدم هذا القرض في مجال ليس مجال طرفي أو كافميلي، ولكن في مجال الضروريات التي تفيد الطبقة الفقيرة. بارك الله فيكم دكتور. مشاهدي الكرام نتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل، كونوا معنا. في حساب شخصي على شاشة CNBC عربية نطرح الأسئلة المالية والمصرفية التي تهمك أنت، ونأتيك بالمسؤولين والخبراء ليفسروا لك الغامض وليذللوا لك الصعب، وليأخذوا بيدك نحو علاقة أكثر ربحا وأمنا مع حسابك الشخصي مع راشد الفوزان على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الائتمانية. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في برنامجكم دين ودينار، حرب العملات في ميزان الاقتصاد الإسلامي. فضيل الدكتور، أود حقيقة أن أتساءل متى رفع غطاء الذهب عن إصدار النقود الورقية الذي كان شرطا من شروط حتى أي دولة من الدول حتى تصدر النقود أو العملات لابد أن يكون عندها يعني رصيد من الذهب أو عائد من الإنتاج كما تفضلت، ومتى فصل؟ ربما يعني الآن لم يفصل تماما، أم هو فصل تماما، أو لماذا لجأت أمريكا حقيقة الـ 71 إلى الفصل؟ هو قبل أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية حدث المشاكل في الدول التي كانت طرفا في الحرب العالمية الثانية، واقترحت أمريكا إنجلترا ثم ألمانيا بالغطاء الذهب الجزئي، ثم بعد ذلك الغطاء الذهب رفع الغطاء الكلي، وتلا ذلك تلا إنجلترا وألمانيا كثير من الدول، وأصبح المتعارف عليه الآن في مجال اقتصاديات النقود أن يحل محل غطاء الذهب لما يطبع من نقود هو معايير الانتاج وقوة اقتصاد الدولة خشية انهيار قيمة العملة. ولذلك اصبح الغطاء ليس ذهبا او فضة، ان وجد ذهب وفضة، ولكن هو الثقة في الدولة والثقة في السلطات المعتمدة التي تقوم بطبع هذه النقود. وكما قال فضيلة الدكتور فضل ان قبل ان نطبع النقود لا بد ان يكون الاقتصاد بتاع هذه الدولة قوي يتمثل في عوامل الانتاج، فكلما كان هناك عوامل انتاج ضخمة وقوية وكلما كان الاقتصاد قوي يكون العملة الخاصة بهذه الدولة قوية. ولكن للأسف الآن في ظل تحولت الحروب بين الدول ليست اقتصادية فقط ولكن عن طريق العملة، وأصبحت السياسة أو السياسات الدولية وبعض الدول
بتتدخل في أسعار العملات لأغراض سياسية. ولذلك مثلا نأخذ مثال بسيط، عندما انفصل جنوب السودان عن شمال السودان قام جنوب السودان بتغيير العملة كناية في شمال السودان. ولذلك ما نقول أن يجب على الدول الإسلامية والدول العربية أن تأخذ حذرها من الدول الغنية الكبيرة التي تريد محاربتها من خلال تخفيض العملات بطريقة مفتعلة. هلا جنوب السودان فضيلة الدكتور يعني سواء أصدر عملة جديدة أو ظلت العملة السابقة، ما الضير في ذلك؟ هو حر قد يقول قائل. هو كان هناك كمية من النقود بالعملة القديمة موجودة في شمال السودان. فعندما قام جنوب السودان بتغيير عملته أصبحت النقود التي كانت موجودة في التداول في شمال السودان لا قيمة لها، كما حدث في العراق بعد الغزو كانت هناك نقود بالعملة العراقية القديمة موجودة عند كثير من الناس، ولا سيما الذين هاجروا من العراق وخرجوا بأموالهم، ثم قامت السلطات العراقية بتغيير العملة وترتب على ذلك ضياع قيم نقدية كثيرة ضاعت على كثير من الناس. صحيح. أيضا في العراق في الكويت حصل مثل هذا الشكل. ولذلك من بين أساليب الحرب حرب العملات هو ليس طبع نقود أو ولكن تغيير العملة بدون مبرر حتى نهدر كثير نقدر بعض الأموال الموجودة عند الآخرين. هو فضيل الدكتور هنا يعني سؤال مرتبط، يعني يقال يعني اليوم يعني الكل يعني مجمع على أنه الدولار كما تفضلت ربما هو لص وربما أنه هناك سرقات، لكن هناك بالمقابل من يقول بأنه هذه الدولارات في نهاية المطاف هي دين على الحكومة الأمريكية، بدليل أنه الآن أصدروا 100 دولار يعني بطبعة أخرى، فيعني القديمة يأخذون القديمة ويستبدلونها، يعني في نهاية المطاف هو دين على أمريكا، فلماذا نقول أنها تسرق من اقتصاديات البلدان الأخرى؟ احنا إنما أعطيت مثالي على العراق وعلى السودان، قلت أن هذا أحيانا حرب العملات له أغراض سياسية. أما إذا كانت الدولة بتسحب عملة قديمة وتصدر بدلها عملة جديدة فلا يوجد حرج. ولكن الخطورة كما قال فضيلة الدكتور فضل أن أمريكا تقوم بتخفيض قيمة الدولار، وتخفيض قيمة الدولار معناه أن تخفيض المديونية التي على أمريكا، وبنفس الوقت ضياع حقوق كثيرة على الدول الدائنة لأمريكا. ولذلك عندما يخفض قيمة الدولار الأمريكي لمصلحة أمريكا وضد مصلحة الدول التي اشترت سندات أمريكية. ونعطي مثالا فضيلة الدكتور غسان، كم خسرت الدول من دولارات من قيمة دولارات خلال الأزمة المالية الأخيرة التي تم سنة 2009. كان أكبر الدول المتضررة هي الدول التي كانت اشترت سندات أمريكية، يعني وخصوصا هو في المعاملات الوهمية. هو معلوم دكتور بأنه الدولار هو يعني عملة دولية أيضا للتبادلات الدولية كما يعني أشار إلى ذلك الدكتور فضل، 70% من السلع والبضائع تكون العملة هي الدولار، وأيضا الاحتياط النقدي هو عملة رئيسية في كل البنوك المركزية التابعة للدول. نعم أنا موافق على هذا الكلام. ألم يعني الآن اليورو أصبح شيء عملة بيتم التعامل فيها وأسحب حصة من معاملات الدولار؟ الإجابة نعم، عندما اتحدت أوروبا مع بعضها وأصبح لها عملة قوية وأصبحت هذه العملة منتشرة في المعاملات الدولية، وبعض الدول
بتكون لها احتياطي من اليورو، وبعض الدول العربية أيضا بيكون لها احتياط مرور. فهنا بدأنا ننوع من محفظة الاحتياطي، بدل ما تكون محفظة الاحتياطي كلها دولارات يكون محفظة دولار فيها دولارات وفيها يورو وفيها دينار إسلامي. ماذا يحدث لو أن الدول العربية جميعها توحلت على عملة واحدة لتكون أداة للتعامل فيما بينها وتلغي التعامل بالدولار؟ هل هذا ممكن يعني إذا كان يعني على مستوى يعني مجلس التعاون الخليجي لم يستطيعوا، مع أنهم متوائمون وهناك انسجام، ومع ذلك لم تصدر هذه العملة الموحدة؟ فيما يبدو هناك عقبات. نعم هناك عقبات، ولكن هم عندهم عندهم الإرادة الخالصة والصادقة للتعاون على البر والتقوى ولمصلحة العرب والمسلمين، يستطيعون التغلب على هذه العملة، على هذه العقبات، كما تغلبت دول أوروبا وهي متفرقة في الجنس والعقيدة والأخلاق واوا، ولكن كان عندهم إرادة وعزيمة فتغلبوا على المشكلات. احنا بنقول ان قوة الإرادة عند الدول العربية اقوى من قوة الإرادة عند الدول الأوروبية، فلو صدقت نية أولي الأمر يستطيعون التغلب على هذه العقبات، لأنها عقبات مفتعلة تضعها أمريكا لعدم تكتل الدول العربية في مجال الاقتصاد. لأن الدول العربية لو توحدت في قوة اقتصادية واحدة تستطيع أن تسيطر على العالم. هل فضيل الدكتور سؤال أخير، هل يمكن اليوم في ظل الواقع الذي نعيشه الاستغناء عن الدولار؟ هل يمكن أيضا أن نعود إلى الذهب والفضة؟ يعني نريد هذا السؤال يعني عملي، لا أريد فضيل الدكتور ربما من ناحية النظرية الأمر سهل، لكن من ناحية العملية هل يمكن الاستغناء وسط يعني هذا الاقتصاد العالمي هو يا أخي عن الدولار والعودة إلى الذهب، لا سيما أنه موضوع التضخم له آثار، له مشاكل فقهية كثيرة بالنسبة للمديونيات والتضخم، هل يرد بسعر ما أخذه أم ترد القيمة أم المثل؟ وهذا موضوع يطول شرحه، لعله نتناوله فيما بعد. جزاك الله خيرا على هذا السؤال القيم. أنا لا أقول للدول العربية ارجعي مرة إلى نظام التعامل بالذهب والفضة، ولكن أقول بالتدرج، وهذا سهل ويمكن تطبيقه عمليا، أن تكون هناك اتفاقيات أن المعاملات بين الدول العربية بعضها البعض وفقا لعملة موحدة بينها، وبذلك بالتدرج ننتقل من أن يكون الدولار هو المسيطر وهو المهيمن على معاملاتنا بين الدول العربية بعضها البعض وبين الدول الإسلامية بعضها البعض، وننتقل بديل له عملة معينة. بالتدرج نستطيع في يوم من الأيام أن احنا ننتقل من أن تكون الدولار وحده هو وسيلة المبادلات الدولية بين الدول العربية بعضها البعض وبين الدول العربية والغير، إلى أن يكون له شريك، وأنا متفائل أن يكون هذا الشريك هو الدينار الإسلامي. وربما فضيلة الدكتور غسان يعلم أن البنك الإسلامي للتنمية هو اعتمد الدولار الدينار الإسلامي كوسيلة للمعاملات بينه وبين الدول الإسلامية على الأقل في الأمد القصير في مجال التسويات الحسابية والمحاسبية. لكن اليوم ما في تنشيط لهذا الموضوع، لكن أيضا بالمقابل أود أن أسأل فضيلة الدكتور، يعني 7 تريليون من الأصول المالية الدولارية لبعض الدول كما أشار يعني الدكتور فضل، يعني هذه كيف يمكن استبدال؟ هل يمكن أن يطلبوا بدلا منها خدمات وسلع من أمريكا ونحوها؟ والله الأول أن احنا نوقف نزيف استثمار أموال العرب والمسلمين في السندات الأمريكية، ونوجه الفائض إلى استثمارات محلية في داخل الدول العربية والإسلامية. هذه المرحلة الأولى.
يبقى أولا نوقف المرحلة تيار التحويل. نعم. ثم بعد ذلك بالتدرج نسحب أموالنا الموجودة عندهم في صورة أعيان، في صورة أصول ثابتة تخدم التنمية، بدلا من أننا نأخذ منهم فوائد، نأخذ هذه الأموال في صورة أعيان منافع معينة تقدمها لنا. وبالتدرج على مراحل معينة يأتي اليوم أن احنا نقوي الاحتياطي لدى الدول العربية بعملات أخرى. نعم. ونستطيع أيضا ننسحب تدريجيا من هيمنة الدولار، وفي يوم من الأيام هتكون أمريكا هي التي تمد يدها إلى الدول العربية. إن شاء الله. وأنا متفائل بكلام الدكتور فضل أن الاقتصاد الأمريكي على انهيار، وقد بشرنا به أحد علماء الرأسماليين في أمريكا وغيرها، قال أن مشكلة الآن هي مشكلة انهيار النظام الاقتصادي الحر وانهيار النظام الأمريكي. أشكرك فضيل الدكتور على ما تفضلتم به. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر. أذكركم بأنكم يمكنكم أن تشاهدوا هذه الحلقة على موقع CNBC عربية، وأيضا يمكنكم التواصل معنا من خلال بريد البرنامج الذي سيظهر أو الذي يظهر أمامكم، dinar@cnbcarabia.com. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.